كلنا بنفتخر بحالنا إذا كان عندنا سيرة ذاتية ناجحة، بس على شرط نعرف نستغلها بالمكان المناسب يلي بقدر أهميتها. Interns Me فكرة بتساعد على تأمين الخبرة اللازمة بالإضافة للعلم والشهادة بهدف تحضير الجيل الجديد ليخوض معركة الحياة العملية بفعالية أكبر. عرفنا أكثر عن حالك. Well, I grew up here in Dubai. I was part of a very entrepreneurial household. My parents have always operated their own businesses or performed in managerial and leadership capacities. So I grew up in an environment that encouraged me to start thinking about starting my own business one day. And when I was coming back to the UAE after studying in the UK, I wanted to do something here that could help young people and also help businesses. جامشال، شو الفكرة الأساسية وراء تأسيس شركة؟ Well, here in the Middle East, we have the highest youth unemployment rates in the world. And if you speak to students and graduates, it's very hard for them to get their career started. On the other hand, for businesses, there's also a challenge facing them in finding and connecting with talented students and graduates. So we wanted to build a marketplace that would do that connection and solve the problem for both sides. هل Interns Me كانت نتيجة تجربة شخصية أنت عشتها أو مجرد فكرة؟ Well, being a relatively young professional myself, I can absolutely relate to the challenges that are facing young people. I faced challenges myself when I was trying to get internships in my early 20s. I'd like to hand you over to our team member Yumna, who will take you through our platform and let you know a little bit more about how we're different than other websites. Thank you. عارفينا أكثر عن حالك. أنا اسمي يمنى أحمد، اشتغلت مع Interns Me كبارت من السكسس تيم. أنا بشتغل سكسس إكزيكتيف. إذا بدنا نحكي عن قصص اللي بتميز موقعكم الإلكتروني عن غيره من مواقع يمكن تكون شبيهة له، شو فينا نقول؟ احنا الويب سايت internsme.com مؤسس اساسا للشباب، فبيبقى تراوح الاعمار ما بين 17 حتى 25. وانتم كيف تتاكدوا من صحه المعلومات المذكوره من كل مشترك؟ هل بصير في تدقيق بالموضوع؟ احنا بالنسبه لنا دائما بندي بيبقى في لمسه شخصيه، ان احنا بنبص على كل البروفايل، بنتاكد من المعلومات، وبعدين نكلمهم في التليفون ان احنا نتعرف عليهم اكثر، نشوف الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتهم، الوظائف اللي بيدوروا عليها، ولو في اي طريقه ان احنا ممكن نساعدهم بيها اون ذا سبوت بنعمل الموضوع ده. طب يمنى، شو اكثر التحديات اللي واجهتكم بمسيرتكم؟ التحديات الاكبر هي تقديم فكره التدريب بالنسبه للشركات الكبيره، especially لو شركات ما عينتش قبل كده متدربين، فكره ان هم يقبلوا شاب حديث التخرج او حد لسه بيدرس. بنقدم لهم فكره زي ما بيتقال الفريش مايند. كانترنز مي كيف بتستفيدوا، وهل في رسوم لازم يدفعها المشترك؟ احنا بالنسبه لنا الرسوم بتيجي على الشركات اللي بتيجي على بلانز مختلفه، طبعا اعتمادا على متطلباتهم، لكن بالنسبه للمشترك هي free of charge، ما فيش اي رسوم، لان احنا زي ما قلت اساسنا كله مساعدتهم هم ان هم يلاقوا وظيفه. هل في تقنيه موجوده عندكم على الموقع لتسويق السيره الذاتيه، ام انتم بتكتفوا بس بعرضها؟ بيبقى في نسبه ريتنج، فكل ما انت بيبقى في معلومات اكثر، في الفيديو ريزومي الصوره واضحه، بتاخد ريتنج اعلى، فبالتالي بالنسبه للشركات بيشوفوا البروفايلز دي في اول صفحات. مشترك اذا بده يفوت على الموقع يعمل يشترك على الموقع، شو الخطوات كثير سهله. في تو اوبشنز، فيسبوك ان هم عن طريق الفيسبوك اكاونت او اللينكدين اكاونت، او ان هم ممكن يكريت بروفايل من الاول، يحطوا الاسم، رقم التليفون، الايميل ادريس والباسورد. اوكي، سو اول حاجه البروفايل بيبتدي ب 5%. كل ما بتزيد الانفورميشن كل ما البرسنتج بار دي بتزيد. الاكتيفيتيز دي برضو مهمة، في ناس كتير جدا مش بتعير لها اهتمام، بس دي مهمة. الهوبيز اند سبورتس، it shows that this person is outgoing, so it's important to mention it. يعني اكشلي كل القصص هون موجودة بتساعد لحتى الشخص يعرف اكتر عن حاله. سو لازم نتبع الخطوات دي عشان نقدر نوصل في الاخر ان احنا نحط بروفايل بيكتشر وان احنا نحط
فيديو. الفيديو هو فيديو تعريفي عن الشخص. تعريفي عن الشخص بالظبط. وزي ما انت شايفه واخد نسبه كبيره ان هو 20%. دلوقتي لو انا عايزه ادور ابتدي ادور على شغل بدوس على سيرش جوبز، او لو في شركه معينه انا بدور في وظيفه فيها ببتدي ادور بدوس عليها إذا كانت موجودة على الويب سايت بالظبط. فبتبقى كل حاجة بتبقى سهلة وواضحة، وبعد ما تستخدم الفلتر هيطلع له الأوبشنز قدام إن هو يبتدي يختار. يمنى، هل في زاوية معينة أو مخصصة على الموقع للشركات لحتى يعرضوا الوظائف الشاغرة عندهم؟ الموقع مخصص للشركات والمشتركين، المشتركين يقدروا يشوفوا كل الوظائف المعلونة والشركات هتشوف كل المشتركين. وين بتشوفوا انترنز مي بالمستقبل القريب، او خلينا نقول بعد 5 سنين أو 10 سنين من اليوم؟ انترنز مي كل سنه بتكبر. هدفنا في السنين المقبله ان احنا بعد الامارات نتوسع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. كانترنز مي شو بتنصحوا الاشخاص اللي حابين يبداوا بفكره جديده او مشروعهم الخاص؟ دايما احنا نصيحه بالنسبه لنا اللي هو عدم التسرع. الخبرة مهمة جدا، بس احسن حاجة دايما البداية ان هم يبتدوا بتدريب. انترنز مي بلشت من دبي، شو السبب؟ اساس الفكرة طلعت من دبي، اساس الفكرة كانت من جون ميشيل. احنا بنعتبر دبي هي بيت انترنز مي. كيف توصفوا نجاحكم اليوم؟ احنا دلوقتي ما فيش مقياس للنجاح، احنا هدفنا كان تعيين مئات، دلوقتي هدفنا تعيين الاف. يمنى، شو اكتر قصص النجاح اللي اثرت فيكم؟ خلال الأعوامر اللي فاتت بعض المشتركين اللي هم اتعينوا كمتدربين ودلوقتي بيشتغلوا فول تايم ان هم يتواصلوا معنا بعديها بكام سنة يكلمونا ان هم دلوقتي اترقوا وبقوا في managerial position وان هم بيحاولوا يعينوا interns للتيم بتاعهم. شكرا لك يمنى على وقتك ويعطيك العافية. شكرا لك. شهاداتنا العلمية بتفقد أهميتها إذا ما لقينا الوظيفة المناسبة اللي بتترجم أهمية إنجازاتنا العلمية. Interns Me موقع بيتابع تطور السيرة الذاتية وبيساعدنا على توظيفها بأحسن المراكز.